قرار توزيع الأموال على النائبات لم يكن الأمر الوحيد الذي أثار ردود الأفعال على محمد الحلبوسي خلال اليومين الماضيين، حيث أثار موكبه ردود فعل كبيرة بسبب عدد السيارات المرافقة له، وتساءل المعلقون من أين يتم تغطية مصاريف هذه المواكب والحمايات في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون من الجوع والفقر. فنشاهد. قواتها بالمليارات. ما يموت. وانا لو مجانا كان قرط له. محمد هاشرك وين راح توقف؟